سوريا أن المرحلة الثانية والنهائية لعملية إخلاء مدينة داريا في الغوطة الغربية بدمشق انتهت، وبهذا يكون الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة داريا بالكامل. لما لهذه المدينة من أهمية استراتيجية، وكانت محط رهان العديد من الأطراف الإقليمية المتورطة في الحرب على سوريا. انتهى المشهد الأخير في جبهة الأطول عمرا والأكبر مساحة في محيط العاصمة. المرحلة الثانية نفذت بخروج كامل المسلحين مع عائلاتهم من داريا بريف العاصمة دمشق، استعدادا لدخول الجيش للمنطقة والبدء بتمشيطها. 947 مسلحا بينهم 4 مصابين خرجوا برفقة 159 من أفراد عائلاتهم إلى إدلب، أما 219 مدني خرجوا باتجاه حرجلة بريف العاصمة. أهمية الإنجاز تنبع من أهمية موقع داريا الجغرافي، وأيضا من ما كان يعول عليه الإرهابيون ورعاتهم وداعميهم من أن داريا هي المنطقة الأقرب بالنسبة إلى العاصمة دمشق وتأثيرها كبير على العاصمة، وبالتالي هو إنجاز يعني ينهي أوهام العصابة الإرهابية وداعميها فيما يتعلق بدمشق. المسلحون أحرقوا مقراتهم بما فيها من وثائق وأجهزة تواصل لإخفاء أي أدلة على ارتباط هذه المجموعات في داريا بجهات خارجية. دمار كبير في منطقة شهدت أشرس أنواع المواجهات لمدة تزيد عن 4 سنوات. ظلوا يعني قاعدين بين الأبنية والبيوت العربية شي 4 سنوات. كان الشغل تبعنا شوي صعب، بس بعون الله وبعون قوات الجيش العربي السوري حققنا نصر كبير وخلصنا داريا كلياتها. داريا خالية من الإرهاب، انتصار كبير يسجل للجيش السوري سينعكس بلا شك على جبهات غوطتي دمشق الشرقية والغربية، إما بطريقة مماثلة لما وقع في داريا أو من خلال الحسم العسكري. إذن نفذت المرحلة الثانية من تسوية داريا، هذه الجبهة التي لطالما شكلت الأطول عمرا والأكبر مساحة في محيط العاصمة. من داريا في ريف دمشق، دارين فضل، العالم.